الحمد لله، ربنا يخليكم. وانا فرحان جدا ان انا معاكم، وان انتوا افتكرتوا مقوية الاستاذ مئوية اخر كلام. مئوية لا 24 27 امال ايه حكايه 27 دي؟ الاستاذ الله يرحمه لما قالها، وقلت له يا استاذ انت اتولدت 24، قال لي يعني ما فرقتش على 3 سنين. قلت له لا، انت اتولدت 24. فهو لا يعني البطاقه 24، الباسبور 24. بيصغر نفسه. انا مبسوط بيكم، ومبسوط بان فاكرين الاستاذ لحد دلوقتي. الناس فاكره الاستاذ ومقويه الاستاذ، ف ده شيء بيسعدني. ليه الناس فاكره الاستاذ؟ لان الاستاذ يعني اقول لك حاجه، ليه الناس فاكره الاستاذ؟ بص اقول لك حاجه يا شريف، الاستاذ الله يرحمه ساب، لما قبل ما يتوفى بفتره قال لنا انا سايب لكم تركه كبيره قوي، وما عرفناش ايه هي انا واحمد. بعد ما مات عرفنا التركه ايه، حب الناس. ف لحد دلوقتي لما ناس كبار او متوسطين عمرهم، صغيرين، في صغيرين ما يعرفوش الاستاذ بس يعرفوا شكله. بس الكبار لما يقولوا لي معقوله ابن فوت الماس، ويفرحوا بتاعه، ده بالنسبه لي متعه. ان الناس بتحب هذا الرجل، بتعشق هذا الرجل، مبسوطين انهم بيسلموا على ابنه، مبسوطين ان احكي لنا شويه عن فؤاد المهندس. وانا بفرح جدا، ان ده شيء بيسعدني، حب الناس. انا كفايه عليا فؤاد المهندس، حب الناس ده كفايه بالنسبه لي. ما اعتقدش ان كان في حد مختلف عليه، ما اعتقدش ان كان في حد طول فتره وجوده على الساحه من وقت ما طلع لغايه ما بطل يعني يطل علينا، وفي حد اختلف عليه. صعبه لانه انتوا اللي قادره فنان. لا انتوا اللي قادره، انتوا اللي تعرفوا. لا ما حصلش اختلاف، لان انا ما اقدرش اقول ده، لانه والدي مجروح. الناس هي اللي تقول.